حكى اشكر عليها ده ربك هو اللي يملكها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة أولى حلقات برنامج أسرار القلوب في شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وهيبقى معادنا خلال الأسابيع بتاعة رمضان الساعة 1:30 الظهر إن شاء الله. بنقول لكل سادة المشاهدين كل سنة وانتم طيبين، ربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. ورمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من العتقاء من النار إن شاء الله بإذن الله، وأن يتقبل منا ويرحمنا جميعا بإذن الله. حلقة اليوم جات من وحي بعض الإخوة أصدقائي المرضى اللي زاروني الأسبوع اللي فات، وهم قلقانين قوي. واحد جاله قصور في الشريان التاجي، في عضلة القلب اتأثرت شوية، فكل ما شوية كل يسألني 5 مرات في القعدة الواحدة، طب عضلة القلب أخبارها إيه؟ طب عضلة القلب جرالها إيه؟ واحد تاني عمل عملية صمام وغير الصمام بتاعه وجاي للمتابعة بعد تغيير الصمام، يقول لي طب بس العضلة دكتور جرالها إيه؟ طب هي هتتحسن بعد العملية ولا لأ؟ وقلقانين من العضلة. فاحنا قلنا هنتكلم النهاردة عن عضلة القلب. أنا عايز السادة المشاهدين بقى لو في معانا مهندسين أو حد ميكانيكية أو فلاحين عندهم مكان ري بيرو بيه الأرض، يفكروا معايا دقيقة واحدة علشان نعرف عظمة الخالق. لو واحد عنده مكنة بتشيل سوائل من مكان وتنقله في مكان تاني، بتشيل 5 لتر في الدقيقة في 60، يعني 300 لتر في الساعة، في 24 ساعة يبقى 7200 لتر في اليوم الواحد. لو مكنة بتضخ 7200 متر في اليوم الواحد من مكان لمكان وتدفعهم، مجرد الدفع بس كده، والمكنة دي شغالة 7200 لتر في اليوم باستمرار وبلا توقف وليلا ونهارا، شهر وسنة وسنتين وعشرين وخمسين ومئة سنة، لا شحم ولا غيار زيت ولا حطوا لها بنزين ولا قطع غيار ولا بردوها ولا هاتوا لها تبريد ولا أي حاجة خالص، مفيش عمرة، لا ولا في عمرة ولا في موتور جراله ايه ولا كرنك معرفش حصل له ايه، ابدا ابدا. مكنة عمالة تضخ 7200 لتر كل يوم وبلا توقف وليلا ونهارا لمدة 50 60 70 80 90 سنة، تفتكروا ايه قوة المكنة دي بقى؟ الناس الاخوة الفلاحين بقى اللي بيقعدوا ايه يقول انا عندي مكنة احسن مكنة اتعملت لري الارض الدويتس معرفش كام حصان ولا كام بتاع معرفش ايه، هل المكن ده بقى كله حجمه قد ايه وصوته عامل ازاي ووزنه قد ايه وشيله حطه ازاي، هل كل المكن ده يقدر يؤدي العمل اللي انا بقول عليه؟ بالتأكيد لا. عارفين بقى المكنة اللي بتعمل الكلام ده في جسمنا ليل ونهار واحنا مش دارين؟ القلب. القلب بيضخ 7200 لتر دم في اليوم الواحد من يوم ما يتخلق الإنسان لحد آخر لحظة في حياته. طيب المكنة الدويتس ولا المكنة اللي بتعمل دي وزنها بتجرها عربية مش عارف ايه وعشر رجالة بيجروها، مكنة القلب بقى دي اللي بتضخ الكلام ده، هي اهي اهي وزنها 320 جرام، حجمها هو حجم قبضة اليد، يعني انا لما اجي اعمل كده ادي حجم عضلة اليد بتاعتي اهي، ادي المكنة اللي احنا بنتكلم عنها. يعني بنتكلم عن مضخة اسمها القلب وزنها 320-350 جرام، يعني 1/3 كيلو، وحجمها قد قبضة اليد، وبتضخ 7200 لتر في اليوم
طول عمر الإنسان، ولا شحم ولا بنزين ولا قطع غيار ولا عمرة ولا حاجة خالص. هل ده ما يدلش بالعقل كده إن وراء هذه العضلة خالق وقادر وأحكم خلقه وأحسن خلقه؟ لا نملك في هذه اللحظة إلا أن نقول سبحان الله، سبحان الله الذي أودع سره وأودع قوته وأودع عجائب قدرته في خلق عضلة القلب. ده عضلة، احنا بقى لو قلنا عن الكهرباء وقلنا عن الصمامات وقلنا 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 مش هنخلص في حكمة ربنا سبحانه وتعالى. طيب عضلة القلب بقى دي ايه الأمراض اللي ممكن تصيبها وأنواعها ايه وأشكالها ايه؟ هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض تاني علشان نشوف ايه هي الأمراض اللي بتصيب عضلة القلب ونناقشها مع بعض ان شاء الله. ترسانة حلام لأمراض القلب والأوعية الدموية، أحدث الأجهزة وأعلى التقنيات الطبية، عيادات دكتور سامح حلام، فحص القلب بالموجات فوق الصوتية والدوبلر الملون، تسجيل رسم القلب بالمجهود ورسم القلب 48 ساعة، تركيب أسطرة القلب والدعامات العادية والدوائية بالشرايين التاجية والطرفية. عيادات دكتور سامح حلام، قلبنا على قلبك. فور يو للدعاية والإعلان. عضلة القلب بقى هنبص مع بعض كده، ادي القلب، ادي العضلة اهي، العضلة قدامنا، ادي التجويف بتاع العضلة من جوه، وادي العضلة نفسها السمك بتاع عضلة القلب اهو، يبقى دي العضلة وادي التجويف بتاعها. ايه الامراض اللي بتصيب القلب بقى في الحالة دي؟ عندي نوعين اتنين من الامراض المهمين جدا. واحد أقل انتشارا هو أن العضلة دي السمك ده، سمك الجدار بتاع العضلة ده يتخن ويتضخم ويبقى سميك قوي، ويبقى عندي تضخم في عضلة القلب نتيجة زيادة سمك العضلة من هنا كلها كده. وعندي نوع تاني من أنواع المرض وهو الأكثر شيوعا، الفراغ ده اللي هو تجويف العضلة من جوه ده، ألاقي التجويف ده وسع قوي وبقى قد كده، يعني بدل بقى يعني كبر بقى قد كده بدل ما هو صغير قوي كده. يبقى عندي نوعين من انواع مرض عضله القلب، تضخم في العضله زياده السمك بتاعها او تمدد في العضله انها توسع اكتر من اللازم. المرض الاولاني اللي هو تضخم العضله بزياده السمك ده هنتكلم عنه، له اسباب، هنحط القلب بقى ونتكلم مع بعض. اهلا يا ام احمد، اتفضلي حضرتك. عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا دكتور. اهلا بحضرتك، كنت بالصحه والسلامه يا ستي. معلش يا دكتور، انا ليه عند حضرتك سؤال. هو موضوع الحلقه اللي حضرتك بتتكلم عنه اللي هو مدى تاثير عضله القلب باي حاجه بتصيب الشرايين. والله يا دكتور إيه؟ انا زوجي كانت حصلت عنده جلطة في القلب. ايوه ستي. كانت حوالي 2 سم في 2 سم وانسداد تام في الشريان بنسبة 100%. ما اكتشفناش الموضوع ده لانه رحنا هنا لدكتور فشخصت الحالة في الاول على انها ارتجاع في المريء. المهم قعد ياخد علاج ارتجاع المريء حوالي اسبوع. ما فيش اي علاج للقلب خالص، واتضح في الاخر ان السبب ان القصه كانت انسداد تام في الشريان التاجي واثر شويه على العضله. ايوه. فالحمد لله، يعني هو بعد فتره علاج لما رحنا بقى لدكتور قلب بعد فتره العلاج قال عملنا قسطره، فعرف ان الشريان مسدود بنسبه 100% فما نفعتوش القسطره العاديه الدعامه العاديه. فبعد كده سافرنا طبعا محافظه تانية وعمل عمل قسطره تاني في نفس الاسبوع، وعمل الدعامه اللي هي الدعامه العلاجيه او الدعامه الذكيه. ايوه ستي. فانا عايز اعرف بس من حضرتك مدى عضله القلب ممكن تكون اتاثرت في الفتره اللي ما خدش فيها علاج للقلب. طيب حضرتك الحمد لله الجلطه الحمد لله تعتبر دابت راحت الحمد لله. حضرتك خليكي معانا بقى الحلقه وتابعي معانا وهنعرف مع بعض الكلام. طيب ده كله ان شاء الله. حضرتك هو دلوقتي بياخد ماشي على البلافيكس والانرجي وبياخد الاسبرين، بياخد حاجات مدرات للبول؟ لا.
طيب هو بياخد زي ما بقول لحضرتك البلافيكس والانرجي والاسبرين بس. طيب اوكي حضرتك خليكي معانا بقى وهتسمعي ان شاء الله. اولا الست قالت ان جوزها جاله الام في الصدر وتشخصت على انها تعب في المريء او ارتجاع في المريء. يا سادة الاطباء، شباب الاطباء، الاطباء العموم، الاطباء في الوحدات الصحية الريفية، الاطباء في كل مكان، لو سمحتوا لو جالكم مريض بيشتكي من الام في الصدر، اذا كنت شاكك انها تكون التهاب في المريء او ممكن تكون برد في العضلات او ممكن تكون الام روماتيزميه، اوعى تنسى ان من اهم الاسباب ضيق الشريان التاجي. لو سمحتوا في حالات الشك دخل المريض بتاعك المستشفى، قعدوا 24 ساعه تحت الملاحظه ويعمل رسومات قلب وتحليلات، لو اتضح ان الالام الصدريه سببها ضيق الشريان التاجي او جلطة القلب او ازمة القلب، يبقى المريض خد العلاج بتاعه فورا وبسرعة وفي الوقت المناسب. لو ثبت انها مش من القلب وانها من اي حاجة تانية، ارتجاع مريء، عضل، اي حاجة، يبقى احنا ما خسرناش حاجة، احنا ناخد الاحتياط بتاعنا والشك بتاعنا يتجه ناحية القلب ونعالج بسرعة، ولو ما طلعش عنده القلب بعد 24 ساعة ما يجراش حاجة، ما قلقناه شوية هو والأسرة بتاعته وقعدناه في المستشفى لكن رحمناه واتأكدنا ان ما عندوش حاجة في القلب ومش هيجرى حاجة، لا ومش هنخسر كتير لو طلع بعد 24 ساعة ونقول له لا انت قلبك كويس، لكن هنخسر كتير لو سبناه روح وهو عنده جلطة في الشريان التاجي للقلب. بنقول الكلام ده ليه بقى؟ لان كل ما عالجنا جلطة القلب بسرعة كل ما كانت النتيجة أحسن، وكل ما كان المحافظة على عضلة القلب أكتر، وكل ما بنتأخر في العلاج كل ما بنفقد جزء ما من عضلة القلب. إذن لما ست تقول الشريان التاجي اتقفل بنسبة 100% وقعد عدة ساعات أو عدة أيام، بالتأكيد في خسارة في جزء ما من عضلة القلب وحصل تليف في بعض الخلايا. لكن انا هبسطها لحضرتك وهقول لك، انت عندك شجره واتقطعت عنها الميه فتره طويله بدات تدبل، لما اتعملت التوسيع والدعامه والدم راح للعضله تاني معناها ان انا رويت الشجره دي، معظم الورق بتاع الشجره هيرجع يخضر ويرعرع ويبقى كويس تاني، لكن هيبقى فيه شويه ورق اصفروا وممكن يتساقطوا نتيجه انقطاع الميه. فبدام اتفتح الشريان واعيد ضخ الدم للعضله تاني، ان شاء الله الجزء الاكثر من العضله يكون رجعوا بقى كويس، لكن بالتاكيد هيبقى فيه بعض الخلايا وجزء من العضله اتاثر. هنعرف الكلام ده ازاي؟ هنعمله بفحص الموجات فوق الصوتيه للقلب، دكتور المعالج هيعرف الجزء اللي متاثر قد ايه ويدي ادويه مخصوصه علشان تقلل العبء على عضلة القلب ونحافظ على الجزء اللي بيشتغل يتنو يشتغل بالكفاءة اللي هو بيشتغل بيها إن شاء الله. ده جزء اتفتح بمناسبة العضلة. النوع الأولاني اللي احنا كنا بنتكلم عنه اللي هو زيادة سمك العضلة، امتى العضلة يزيد سمكها ويحصل تضخم في العضلة بزيادة السمك؟ لو كان ضد القلب ده والعضلة بتشتغل وبتضخ ضد مقاومة، المقاومة دي جايز تكون ايه؟ جايز تكون ضيق في الشريان الأورطي، جايز تكون ارتفاع في ضغط الدم، وجايز تكون انسداد في مخرج البطين الأيسر. التلات حاجات دول القلب لازم يفضي نفسه ولازم يضخ 5 لتر في الدقيقة. لو كان الطريق سهل ما بيبذلش جهد كبير، لكن لو الطريق مقفول يبقى العضلة بتعمل جهد كبير علشان تعمل الدم بتاعها، وده بيؤدي إلى تضخم في العضلة. هرجع للتضخم ده تاني بعد ما نرد على مدام فتحي. اتفضلي يا مدام فتحي. اتصالات قطع؟ يبدو ان الاتصالات قطع. يبقى المريض اللي عنده ارتفاع مزمن في ضغط الدم
وما عالجهوش كويس والضغط عالي في معظم الأحيان يحصل له تضخم في عضلة القلب بزيادة السمك. زيادة سمك العضلة ده علشان القلب يتغلب على المقاومة بتاعة الضغط ويضخ الدم بتاعه. زي واحد بيلعب رياضة وهو عمال يشيل حديد، فمتوقع ان العضلة بتاعته تبقى أقوى من العضلة بتاعتي اللي ما بشيلش حديد. فيبقى التضخم العضلة في الحالة دي هو تضخم وظيفي عشان تؤدي وظيفتها ويتغلب على المقاومة. هنكمل بقية التضخم بعد ما نرد على الست رضا من اسكندرية. اهلا يا اخ رضا، اتفضل. اسكندرية يا فندم. اهلا بحضرتك. ربنا يكرمك. حضرتك انا عامل 4 شرايين. قلب مفتوح، عامل 4 شرايين وحلقة الصمام البترولي. وحضرتك دلوقتي جسمي الشمال كله منمل. معلش الخط قطع. الاستاذ رضا عمل تغيير في 4 شرايين وعمل حلقه في الصمام المطرالي. الكلام بتاعه ده معناه ان كان عنده ارتجاع في الصمام المطرالي، والحلقه دي اتعملت عشان تضيق الصمام وعلشان تقلل نسبه الارتجاع. نسبه ارتجاع الصمام المطرالي اللي بيحصل نتيجه جلطة القلب أو قصور الدورة التاجية معناه إن حصل تمدد في العضلة، يبقى ده النوع اللي عضلة القلب اللي كانت صغيرة قد كده كبرت وتمددت، ولما كبرت وتمددت حصل ارتجاع في الصمام المترالي. ده يعني إن الأستاذ رضا كان عنده نوع درجة ما من درجات ضعف عضلة القلب. صحيح الشرايين لما بنغيرها وبنركب بالعملية الجراحية شرايين جديدة وبنعيد التغذية لعضلة القلب بترجع معظم العضلة، لكن العضلة اللي تصل لمرحلة ارتجاع الصمام المطرالي وتحتاج حلقة ضروري هيكون حصل فيها شوية إرهاق أو شوية إجهاد أو شوية خسارة في العضلة. مش هيكفي عملية التغيير الشرايين، لكن لابد من المداومة على أدوية مخصوصة تساعد عضلة القلب على الضخ وتقلل عبء على عضلة القلب. يبقى الأستاذ رضا حضرتك مطالب تتابع مع الدكتور بتاعك، لازم يكتب لك أدوية للحفاظ على وظيفة القلب على العضلة وعلى تقليل العبء عليها علشان تظل تعمل بكفاءة إن شاء الله. في الحالة دي النفس بتاعك هيتحسن وكرشة النفس هتتحسن ومجهودك هيتحسن، وتقدر لما تعمل مجهود ما ترهقش كتير. أهلا يا مدام نهى. ألو. أيوة مدام نهى اتفضلي. أيوة دكتور، السلام عليكم. عليكم السلام. أنا ولدت أول مرة بقالي حوالي 7 شهور. أيوة ستي. وكان قلبي سليم جدا وما فيهوش أي حاجة. وبعدين أثناء الولادة ولدت في الثامن، حصل لي نزيف شديد. وأثناء الولادة اكتشفوا إن أنا عندي تضخم في عضلة القلب. فالدكتور قال لي إن ده نتيجة الحمل. فيعني وأنا بتعالج دلوقتي وباخد أدوية وكده، فممكن عضلة القلب ترجع لحالتها الطبيعية يعني؟ ده كلام مهم جدا يا مدام نهى. هو في جزء من السيدات بيصابوا بالتهاب في عضلة القلب في الأسابيع الأخيرة من الحمل أو الأسابيع الأولى بعد الولادة، وده بيؤدي إلى تمدد في عضلة القلب وضعف في العضلة. من حسن الحظ ان اكتر من 70-80% من السيدات اللي بيقولهم هذا النوع من التهاب العضلة بيرجعوا للطبيعي تاني، وفي 20% بيظل عندهم درجة من درجات ضعف عضلة القلب وتمدد في القلب. فحضرتك هتاخد الأدوية اللي الدكتور يكتبها لك، هتمتنع نهائيا عن الملح والمخللات، هتقللي المجهود العضلي على قد ما تقدري، وهتتابعي بالموجات فوق الصوتية لحد ما عضلة القلب ترجع للحجم الطبيعي بتاعها تاني. ولازم ناخد بالنا ان تكرار الحمل هيبقى في احتمال ان الالتهاب ده يتكرر تاني وضعف العضلة يرجع تاني مع تكرار الحمل. فهنتابع مع الدكتور بتاعنا برضو علشان نشوف هل مسموح بحمل تاني ولا لا. ده هيعتمد على قد ايه عضلة القلب رجعت للحجم الطبيعي بتاعها. ايوه ست رضا. الو. الو السلام عليكم. اهلا يا مدام رضا اتفضل. كنت عايز اسال حضرتك يا دكتور، انا ابني عنده شهر ونص.
هو انا والده قيصري، واول ما اتولد انا بيحس بمهجان جامد قوي في صدره ودقات قلبه سريعه قوي. وكانت حرارته عليه وصلت 40. فروحنا الدكتوره و يعني قالت ان هو ممكن يكون عنده مشكله بسيطه في القلب. فروحنا للدكتور يعني قلب، فقال لنا اعملوا اشعه يعني وكده على القلب. فعملنا الاشعه ديت وشافها يعني قال برضك في مشكله في القلب. ان في شريان يعني شريان او صمام هو مفتوح، بس هو اصلا يعني المفروض يكون الشريان ده مقفول. يعني هو قال لنا ان الحاجه ديت بتتقفل اول ما بيتولد، بتتقفل كده من عند ربنا. بس عند ابني الحته دي ما اتقفلتش. فانا يعني عايز اعرف يعني الموضوع ده يتحل مثلا بالعلاج ولما الطفل مثلا يكبر شويه، ولا يحتاج لجراحه؟ بص يا ست رضا، هو في وصله بين الشريان الاورطي والشريان الرئوي، وديت هي اللي بتنقل الدم في حياه الجنين. اول ما الطفل بيتولد على طول بتقوم قافله. بعض الاولاد الوصله الشريانيه دي ما بتقفلش وبتنها مفتوحه. دي بتفوت دم كتير على الجانب الايسر من القلب، فتعمل شويه تضخم في البطين الايسر للقلب، وتعمل شويه نهجان وكرشه نفس وإسراع في نبض القلب. لو كانت دي وصلة كبيرة وحجمها كبير فهتضعف عضلة القلب، في أدوية ممكن بنديها للأطفال ده في الوريد بتساعد على قفل الوصلة دي أو تضييقها. فالمفروض ان دي كانت تتاخد بعد الولادة مباشرة علشان تساعد في قفل الوصلة الشريانية، لكن ممكن برضو تتجرب دلوقتي يمكن تدي نتيجة تضيقها شوية. لو ما قفلتش الوصلة الشريانية فممكن قفلها عن طريق القسطرة، بندخل بالقسطرة على الوصلة دي ونحط فيها حاجة زي الغرة والسمغة كده يقوم يقفلها ويمنع مرور الدم منها. وفي بعض الأحيان الكويلز دي أو القسطرة ما بتنفعش، فبيدخل الجراح ويربطها ويقصها، ودي عملية سهلة جدا وأسهل عمليات القلب، لأن الجراح في الحالة دي ما بيحتاجش يفتح القلب ولا يوقف القلب خالص، ده من بره القلب وبتبقى فتحة صغيرة من الظهر 3-4 سنتي وبيحل المشكلة دي. العلاج المناسب لابنك ايه بقى؟ هل احنا نديله الأدوية ولا نقفلها له بالقسطرة ولا نقفلها له بالجراحة وفي سن كام؟ هتعتمد على الحالة الصحية للقلب وحجم القلب ووظيفة القلب. ألو؟ طيب في اتصال قطع. احنا دلوقتي اتكلمنا عن كل الاسباب اللي كل الأسباب اللي الإخوة سألوا فيها دي هي أسباب بتؤدي إلى اللي هو تمدد عضلة القلب، وتمدد عضلة القلب ده بيؤدي لنا إلى هبوط في القلب أو هبوط في وظيفة القلب. يبقى أنا لما أجي أقول أنا عندي هبوط في القلب أو ضعف في عضلة القلب، مهم جدا 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 إن الدكتور قبل ما يقول الكلمة دي يقول إيه السبب اللي خلى عضلة القلب تضعف، لأن لا يمكن تضعف من نفسها، عشان تضعف لازم يكون في مرض وفي سبب هو اللي خلاها ضعفت. بعدين درجة الضعف دي قد ايه؟ برضو كل درجة ولها أهمية ولها طريقة علاج. تالت حاجة لازم أشوف ايه الأسباب اللي أدت إلى حدوث الهبوط في اللحظة دي أو الضعف في اللحظة دي. لأن في بعض الناس لما يقول لهم نزلة شعبية أو ياخدوا بعض الأدوية أو ياخدوا يعملوا اضطراب في نظم القلب يجي لهم ضعف في عضلة القلب. يبقى ضعف عضلة القلب درجته قد إيه؟ وسببه قد إيه؟ وإيه اللي خلاه يحصل في الوقت ده؟ علشان أحدد العلاج بتاعي. بعض الناس يبقى عندهم مرض في الصمامات، وبعض الناس يبقى عندهم التهاب في العضلة بنتيجة فيروس أو دور برد أو بعد ولادة زي ما الأخت قالت. في بعض الناس يبقى عندهم أمراض في الهرمونات خارج القلب خالص زي الغدة، التهابات الغدة الدرقية وإفرازات الغدة الدرقية بتزود العبء على القلب وتعمل هبوط. بعض الناس يبقى عندهم أنيميا وضعف شديد، نقص شديد في نسبة الهيموجلوبين تزود العبء على القلب، تعمل تبدد القلب وتعمل تؤدي إلى ضعف في عضلة القلب. يبقى مطلوب مني قبل ما أقول المريض ده عنده ضعف في عضلة القلب لازم أكون عارف السبب إيه، لأن علاج العضلة هيتوقف على السبب. لو عنده صمام
وهو اللي عامل له هبوط في عضلة القلب وارتجاع في الصمام، لو انا عالجت له الصمام وغيرته خلاص الهبوط بيروح. لو ضعف عضلة القلب نتيجة ضيق في الشريان او قصور في الدورة التاجية وانا عالجت قصور الدورة التاجية العضلة بترجع تشتغل طبيعية تاني. لو المريض عنده انيميا او عنده غدة درقية او عنده فشل كلوي او عنده كل الاسباب دي اللي بتنعكس على عضلة القلب وتؤدي الى ضعف، لو انا عالجت الاسباب دي والسموم بتاعتها والافرازات بتاعتها بفوق عضلة القلب وتفوق وتبدأ تشتغل تاني. لو عملت نقل دم للمريض اللي عنده أنيميا بيتحسن تاني. إذن العلاج بتاع ضعف عضلة القلب بيتوقف على السبب. وعلشان كده أنا عاوز السادة المشاهدين لما الدكتور يقولك معلش أنت عندك ضعف شوية في عضلة القلب ما تسودش الدنيا ابدا. هو في بعض الادويه بعض الحالات علاجها دوائي بحت وبتبقى العمليه متحسنه وكويسه خالص، وفي الحالات دي وبعض الناس يحتاج عمليه جراحيه لتغيير صمام او تغيير شريان وترجع العضله لطبيعتها تاني. بعض الناس لما عالج السبب اللي ادى الى هبوط العضله العضله تتحسن من اول وجديد. وفي كل الحالات اذا قيل لك انك عندك ضعف في عضلة القلب حضرتك انتظم في العلاج بتاعك مع نظام غذائي خالي من الملح والمخللات، ودي ضرورة جدا جدا. حضرتك تاكل 4-5 مرات على فترات متقطعة ووجبات قصيرة، ما تاكلش وتنام وما تاكلش وتمشى، فده نظام غذائي مهم جدا. المجهود العضلي اللي هيطلب منك وانت عندك هبوط في عضلة القلب عيش شبه طبيعي. لو جيت حسيت انك بتنهج او في كرشة نفس او تعبت وقف فورا وريح نفسك. في بعض الاحيان هنقول لمريض عضلة القلب عشان خاطري استريح 2-3 أسبوع في البيت وما تعملش مجهود وبعد كده هتبدا تشتغل. بعد في بعض المرضى اقول لهم طيب ابدا انزل الشغل بتاعك وبمجهود متدرج وبالراحه، وفي بعض الدرجات اقول له لا اشتغل طبيعي خالص بس بلاش الرياضات الشديده والرياضات العنيفه. واحد يقول لي هركب عجل اقول له لا بلاش ركوب العجل. واحد يقول لي اشترك في مسابقات السباحه لا بلاش الاشتراك في المسابقات والحاجات اللي فيها عنف شديد. يبقى نمط الحياه ايه؟ نظام الغذاء ايه؟ العلاقات الاجتماعية مع الاهل في البيت ايه؟ الادوية تتاخد ازاي؟ كل ده بيعتمد على درجة الاصابة بتاعت عضلة القلب ووظيفة والسبب اللي ادى الى ضعف عضلة القلب. يبقى ليس كل ضعف في عضلة القلب معناه نهاية الحياة، لكن لازم احتراس علشان نحافظ على عضلة القلب. في حالات نادرة جدا 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 بيبقى في بعض المرضى محتاجين عملية زرع قلب بقى، ودي حاجة هنتكلم عليها في زرع ونقل الأعضاء في حلقة قادمة إن شاء الله. طبعا مش معقول بقى احنا هنتكلم ونخلص الكلام من غير ما نقول كلمتين في السياسة. ففي الدقيقتين اللي فاضلين دول الدكتور مرسي رئيس جمهورية مصر العربية أعانه الله علينا، أعانه الله علينا وعلى ألسنتنا وعلى نقدنا وعلى نقمتنا التي ليس لها حدود. فإن شاء الله ربنا يعينه علينا، هو قدرنا وإحنا قدره، وإن شاء الله ربنا يعينه علينا بإذن الله. انتقدوه ناس كتير في التأخر من تشكيل الوزارة، وبعد ما اختار رئيس الوزراء برضو نفس الناس بنفس العقلية بنفس الطريقة بينتقدوه على اختيار رئيس الوزراء. والاسبوع الجاي رئيس الوزراء ده هيشكل الوزارة بتاعته، وان شاء الله هنسمع العجب بقى، وزير معرفش ايه طلع ايه ووزير ايه طلع ايه ووزير ايه طلع ايه. ارجو من السادة كثير النقد وكثير الكلام من غير لازمة يفكروا في البلد بقى شوية. عاوزين نفكر في مصر بقى شوية. 2005 فوجئنا كلنا مصريين في تشكيل وزاري جديد على رأس الوزارة الدكتور أحمد نظيف، وشكل الوزارة بتاعته من رجال الأعمال. أبواق الإعلام كلها لا تعرف مين الدكتور أحمد نظيف ولا مين الوزراء الجداد، لم تنطق شفة بكلمة نقد أو اعتراض على رئيس الوزراء أو الوزارة. طلعت وزارة رجال أعمال وخلطت العام بالخاص ودمرت اقتصاد مصر وباعت مصر، ولم ينطق مصري واحد
ولم يكتب كاتب واحد في أي صحيفة ولا في أي قناة ينتقد هذه الوزارة ولا أعمالها على مدى السنوات اللي فاتت. أرجوكم نلتزم الصمت، نلتزم الصمت والصبر وندع القافلة تسير. رئيس الوزراء الجديد ربنا يوفقه وربنا يعينه وربنا يصلح حاله وربنا يرزقه بالبطانة الصالحة اللي حواليه والوزراء الصالحين عليه. نجاح هذه الوزارة يبقى نجاح لمصر كلها، استقرار هذه الوزارة هو استقرار لمصر كلها، تقدم هذه الوزارة هو تقدم لمصر كلها. أتمنى أن تكمل أفواه ولو لفترة لنرى ماذا سيفعل هذا الرئيس وماذا ستفعل هذه الوزارة، وإحنا بندعي لهم ليل ونهار وبندعي لهم في رمضان. صلاحكم هو صلاح الأمة، نجاحكم نجاح للأمة، تقدمكم تقدم للأمة. ربنا ينفع الأمة بيكم وربنا يكفيكم شر بعض الناس اللي مش كويسين في الأمة، وربنا يجعل دعاء الصالحين من الأمة المصرية ليكم علشان تنجو مصر وترقى مصر. رئيس وزراء مصر يا جماعة خبير مية، خبير مية يعني هيروح يدور على مية النيل، يعني هيروح يجيب لنا مية النيل من أفريقيا تاني، يعني هيحافظ لنا على المية اللي بنروي بيها واللي بنشرب بيها واللي بنعمل بيها، يعني هيعيد لنا شريان الحياة اللي بقاله 18 سنة مهمل. أرجوكوا سيبوا الناس تشتغل، سيبوا الناس تعمل، سيبوا الناس تفكر، واللي مش قادر يدعي لهم يسكت، لا يدعي لهم ولا ينكفهم، وخلينا نتقدم إلى الأمام. ربنا يحفظ بلدنا وربنا يصون بلدنا وربنا يوفق حكومتنا الجديدة وربنا يوفق رئيسنا الجديد ويوفق مصر كلها إن شاء الله، وربنا يصلح حال سوريا ويحمي أهل سوريا ويحقن دماء السوريين، وربنا ينتقم من الظالمين في سوريا وكل من يساند السوريين. قلوبنا معكم، قلوبنا معكم، قلوبنا معكم، الله معكم، والنصر حليفكم بإذن الله، وإن شاء الله ترفرف أعلام الحرية والأمان على ربوع سوريا وأهل سوريا مع عيد الفطر المبارك إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء في حلقة قادمة الساعة 1:30 الظهر يوم الخميس اللي جاي، والسلام عليكم. الدكتور سامح علام لأمراض القلب والأوعية الدموية، أحدث الأجهزة وأعلى التقنيات الطبية. عيادات دكتور سامح علام، فحص القلب بالموجات فوق الصوتية والدوبلر الملون، تسجيل رسم القلب بالمجهود ورسم القلب 48 ساعة، تركيب أسطرة القلب والدعامات العادية والدوائية بالشرايين التاجية والطرفية. عيادات دكتور سامح علام، قلبنا على قلبك. فوريو للدعاية والإعلان. طبعا اكيد اكيد للقلوب اسرار، اصل الفؤاد نفسه يكمل المشوار. نفسك في ضحكة من القلب تضحك، اشكر عليها ده ربك هو اللي يمشي.